بركة الله دائما نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق ومحبي رياضة الهجنة العربية الأصيلة، نلتقي في يومنا الثالث هنا في ختامي أيضا مهرجان المرموم، أيضا أعزائي المشاهدين لهذه الانطلاقات بهذه الشعارات القادمة من كل حدب وصوب المنطلقة في هذه الفترة الصباحية، مع تمنياتنا لكافة المشاركين بالتوفيق والسداد والنجاح. مباشرة نسير افتتح النداء هنا مع المقدمة ومع انطلاقة شوطنا الحادي عشر، هناك أيضا وبداية الأشواط المفتوحة مباشرة نسير إلى المقدمة إلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول في هذه اللحظات وفي هذا المسار الجميل. المقدمة هناك أيضا وصول من أيضا شعار جمعة بن عيد بن عبيد المهيري يتقدم على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني وصول هنا من جبارة الذويب بن سعيد بن علي الشامسي المتقدم في هذه اللحظات. المركز الثالث القادمة هناك كيف خلفها بن سلطان بن علي بن تريم الاكتبي، بينما أتابع المركز الرابع هذه عنيدة يقدم لنا عنيدة علي بن عبد الله الفهيدة المري. والمركز الخامس القادمة في هذه اللحظات اليوم سالم بن علي بن غصنة العامري. المركز السادس الدخول في هذه اللحظات وفي هذا المسار، هناك أيضا القادمة والمنطلقة هناك مع نسيم السهيل بن عوض بن جمعة بن مغير الخيلي. المركز السابع القدوم من الحذرة راشد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي، بينما المركز الثامن ثامن التحديات والإثارة في هذه اللحظات هذه اليوم قلنا شعال بن غصنة، بينما المركز التاسع القدوم الوصول من هناك الطيرة معالي علي بن محمد بن حماد الشامسي، بينما المركز العاشر القادمة هنا وختام النداء للعشر المراكز الأولى المتقدمة هذه الواصلة هنا والمتقدمة في هذه اللحظات اهتمام محمد بن ضبيب بن راشد الدرعي. هكذا النتيجة، هكذا النتيجة للعشر المراكز الأولى المتقدمة، ولكن يا هي أسماء من خلف العشر المراكز الأولى هنا أسماء لها ثقلها شعارات مميزة هنا لم يحين موعد دخولها إلى العشر المراكز الأولى. الله الله يا هي أشواط، يا هي تحديات، يا هي إثارة هنا لهذه الانطلاقات هنا أيضا في هذا المسار الجميل. البداية وين والاندفاع وين ومقدمة هذا الشوط؟ الله 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 على الصدارة هنا نسيم، نسيم وشعار بن مغير أهالي رماح، بينما اللي غيرت الطيرة هنا معالي علي بن محمد الحمادي الشامسي يقدمه هنا بهذا المستوى، بينما المركز الثاني الوصول والتقدم في هذه اللحظات الوصول من علاج عبد الله بن راشد بن محمد العرياني يتقدم على المركز الثاني. أتابع المركز الثالث هذه نسيم سهيل بن عوض بن جمعة بن مغيرة الخيلي، بينما تابع المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات من الحذرة هناك راشد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي. ياهو تجمع، ياهو تجمع، ياهي شعارات وسلالات مميزة هنا، ولكن أشوف اللي قادمة الشاهينية وصلكم بن فالح، فالح بن ياسر بن فالح الشامسي. يا سلام طيور طايرة في المرموم هنا في هذه اللحظات، ولكن ايش هنا القادمة في هذه اللحظات شعارك يا بن عقيل، ولكن هنا هملولة، هملولة وصلت وتقدم هنا الخصوني عبد الله بن سالم الخصوني الاكتبي هنا يتقدم في هذا المستوى، ولكن اشوف هناك مرموقة سالم بن كميدش بن حمد بن علوبة بن علوبة
يتقدم في هذه اللحظات. هناك رياد صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت يتقدم في هذه اللحظات، ولكن البداية وين؟ الصدارة وين؟ مقدمة هذا الشوط المنحنى الأخير، المنحنى الأخير يا أهل اللقاية، المقدمة والصدارة هنا في هذه اللحظات. بديعة بديعة بهذا الإبداع، بديعة اللي بدعت حتى هذه اللحظات، بديعة تتقدم بديعة هنا في هذا المسار. عبد الله بن معيوب بن سالم بن حمد الدرعي يقدم لنا بديعة مع المركز الأول هنا في هذا المستوى العالي على الصدارة هنا المركز الثاني. وصول وتقدم في هذه اللحظات من مرموقة، يتقدم هنا سالم بن كميجش بن حمد بن علوبة يتقدم على المركز الثاني في هذه اللحظات. هكذا نتيجتنا هنا، ولكن أشوف سيل جارف قادم، سيل جارف في هذه اللحظات. وأهل الطلايب لاحقين والأمثار وصلوا هنا، وصلوا للشعارات بقيادة من؟ بقيادة بديع. روح روح يا أبو معيوف. عبد الله بن معيوب بن سالم الدرعي هنا، روح يا الدرعي روح على مقدمة هذا الشوط. وصلوك يا الدرعي، وصلوك وصلوك هنا. لا حل ولا حلول لهم، لا حل ولا حلول لهذه الانطلاقات مع الستمية متر الأخيرة، الستمية متر الخطيرة. ولكن أشوف اللي قادمة دعم دعم دعم. الهديفي 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 يتقدم هنا، والبداية هنا كما مرموقة عند بن علوبة ولا الهديفي، عند بن علوبة ولا الهديفي يتقدم هنا على الصدارة. مرموقة سالم بن خميدش بن حمد بن علوبة بن علوبة يتقدم على البداية الأولى على صدارة هذا الشوط. ياهي معركة، ياهي معركة، ياهو تحدي. ولكن بن علوبة بن علوبة هنا، وسلاماتنا ذهبت، سلاماتنا ذهبت هنا. الله إلى هالي ند الشبا، جود مورنينج يا ند الشبا هنا. واسعد الله صباحكم على تقديم مرموقه سالم بن كميدش بن حمد بن علوبه. فلله درك المركز الثاني. القادمه هنا بديعه، هناك ايضا او المركز الثاني وصول وتقدم من دعم سالم بن غانم بن سلطان الهديفي، بينما المركز الثالث على المركز الثالث القادمه هناك ايضا ملوح علي بن سالم الخاصون الاكتبي واللي احتلت المركز الرابع. وصول وتقدم اليوم راشد بن حميد بن حارب المهيري والمركز الخامس. مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه هي ارصاد كاسب بن خليفه بن سيب بن كاسب المسافري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، توقيتنا الزمني 7:24 جزئين من الثانيه. تهانينا والناموس هنا لسيد سالم بن كميدش بن حمد بن علوبه، وسلاماتنا ذهبت الى ندي الشبا هنا ايضا مع مرموقه. بينما المركز الثاني 7:25 وجزءا واحدا من الثانية.